حبيب الشعب حبيب القدس الدكتور احمد الطيبي انا بموت فيه. احنا تشرفنا الليله برفقه الدكتور احمد الطيبي وبالاحتفاء في الدكتور احمد الطيبي وحضوره لهذا العرس الشعبي. من نادي الهلال يسطع لما في ارض نوريين احتفالا في عريسنا اليوم وفد نادي الهلال بمعية الدكتور الحبيب عضو مجلس امنائنا ممثلنا الاول والاخير في كل محل الدكتور احمد الطيبي. اليوم جينا بهذه الوجوه الطيبه مجلس الاداره مبارك للفنان الكبير قاسم النجار. فاحنا اليوم مبسوطين بهذه الوجوه ورحله كثير جميله كانت، وان شاء الله دائما بتكون افراح ودائما بنهتم برفقه هذا الرمز القائد الكبير الوطني احمد الطيبي. ابو سعد إيه العرس حلو بس الرفقه معكم احلى، ولذلك شرفنا فيكم وعرس قاسم نجار كان عرس فيه. احنا في بورين برفقة اخواننا اخونا الدكتور احمد الطيبي والهيئة الادارية ورئيس نادي الهلال واخونا عوض واخونا كل الاخوان بالهيئة الادارية حازم والشباب كلها، نسلم عليك وبنمسي عليك والله يجعله ألف مبروك لقاسم النجار. مبارك العريس قاسم النجار إن شاء الله. مبارك العريس قاسم النجار فنان فلسطين، ونتشرف بالرفقة الحلوة وبالإدارة الحلوة تبعت الهلال.